السلام عليكم. سيدنا كيف صحتك؟ الحمد لله. ملتحين ان شاء الله؟ احمد الله. الله معكم. سيدنا. نعم. في ما يخص الحوادث الأخيرة، شنو نظركم؟ أيوب عن القصيات. الحياة العظمى، الإمام المجاهد، السيد الخميني، دام ظله. استمعت إلى بنقيتكم التي عبرت عن تفقدكم الأبوي لي، وإني إذ لا يتاح لي الجواب بنقيا، لأني مودع في زاوية البيت، لا يمكن أن أرى أحدا أو أن يراني أحد. لا يسعني إلا أن أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يديم ضدكم منارا للإسلام ويحفظ الدين الحنيف بمرجعيتكم القائدة، كما أسأله تعالى أن يتقبل منا العناء في سبيله ويوفقنا للحفاظ على عقيدة الأمة بحكمها العظيمة. فليست حياة أي إنسان إلا بقدر ما يعطي لأمته من وجوده وحياته وفكره، وقد أعطيتم للمسلمين من وجودكم وفكركم ما سيظل على مر التاريخ حسنا عظيما لكل المجاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا. نعم. هذا كان بلقيتكم للسيد الخميني. سيدنا. اللي انا ادري انه بلقيات كثيره وكثيره جدا من طهران وبعثت اليكم، ولكن ما توصل لبيتكم. نعم. انا فقط هذه سمعتها من الاذاعه. صحيح، هناك بلقيات كثيره وكثيره جدا، والتظاهرات والمظاهرات عظيمه في طهران تأييدا لكم وللحركه الاسلاميه في العراق. نسأل الله ان يرعاكم ويحفظكم بعينه. الله يحفظكم. وعليكم السلام. سيدنا، ما عندكم شيء اخر تبلغونه؟ الان ما عندي شيء، ما عندي شيء. طيب سيدنا. نعم. اسمعنا اخيرا انه صحتكم غير جيده. سيدنا، صحتكم زينه انتم اليوم او لا؟ صحتي لا قيمه لها سيدنا، لا قيمه للصحه.